طراش طاي ثاني يا اخوي هذا الشيء رقم عاد عليه محسن والله كيف كان يا بنينا ما تعرفكم في جراتك ولا دوله 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 كبيره زين هذه سيدي الغيتا محسن غربيه بابا ها حبيبي مخرج يا المخرج دقيقة من بعد ثلاثة من دخل الساعة أجا وجوزنا نتواصل معكم بحضور فنان اليوم لطفي دوب الكانو لما ننسى ضيفنا أيضا زميلنا الزين اللي راح حاضر معنا 36 27 37 37 هو رقم الهاتفي ونستقبلوا مكالمة لا انقطعت المكالمة معليش اللي تقدر نقولوا له يعاود الاتصال إذا أمكن وعلى هذه الأرقام اللي لطفي ما زلنا نتواصلوا وأيضا طفلة بومبا إذن لطفي نقول لك بارك الله فيك رفقة زين شكرا لزميلاتي بإذاعة قلمة أمينة كاميلا وكذلك بوتينة كل العمال جنود الخفاء نقول لهم بمناسبة عيدي الاستقلال الشباب برافو يعطيكم الصحة وصلوا على هذا المنوال لطفي نحن كما وعدناك المبادرة تاع كسب العيد وكذا تنطلقوا الى قلمة وراح تكون معنا كما تفهمنا مع زين مناجر تاعك راح تكون هناك ديسكاتش حصص خاصه حول هذا الموضوع ان شاء الله يثبتنا ربي ونوصلوا لهدفنا.